اهلا وسهلا بكم في برنامج من حولك، والبدايه بالعناوين. القسم الباطله يعدلها القسام، حرب الحسام انتهت. القسم الباطله يعدلها القسام، الراب والفن العراقي يسولف فلسطيني. النعامه والحكومات العربيه نفس ضمه الراس واقنعتهم كلها وقعت بصواريخ القسام. حياكم الله بأولى حلقات برنامجكم الأسبوعي من حولك. هذا البرنامج اللي يختلف عن كل البرامج اللي شايفيها بالقنوات الفضائية وحتى قنوات اليوتيوب. لا نشاق برنامجنا يشبه هواية برامج، بس اللي يختلف احنا نقدمه. فكرة برنامجنا نجمع لك أهم أحداث الأسبوع اللي تهمك ولبالك وتدلل علينا. راح نسولف سياسة، اقتصاد، اجتماع وحتى رياضة. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء ونصلي. يخطر ببالنا سؤال، شلون تتحمل فلسطين كل هاي الشهداء؟ ما ثقلها التعب؟ تبتسم القدس وتجاوبنا، يا أهل النصر هيك تبنى الأوطان. شهيق شهيد شهيق شهيد. كسرت غزة قيودها وأبهرت العالم بعزيمتها، ودمرت كذبة الجيش اللي ما يهزم وما ينكسر، وأهانت الغدة السرطانية هي وكل من يدافع عنها ويوقف وراها. أخ، قطعوا عنا الكهرب والمية والأكل، كمان شوي حنخصم بطاريات الجوالات، حيخنسل البطاريات اللي احنا شحنينهن، وحننقطعن العالم، ومحدش هيعرف ايش صاير فينا. نستودعكم الله وان شاء الله بنلقاكم على خير جنة الخلد يا رب. المعروف مثل هيجي وضع وهيجي مجازر بشرية، الطبقة الفنية والرياضية تسكت وتغلس وما لها علاقة، تنطيها الاذن الطرشة. يخافون على خبزتهم، يسكتون ويغلسون، بس هالمرة انكسرت هاي القاعدة وهي اللي بدأت تحكي. ومثالنا من أشهر المقدمين العرب، جورج قرداحي. شوف طوفان الأقصى، هلأ قالوا عنه أنه صدمة كبيرة، تحول تاريخي، بس والله العظيم أنا بأعماق نفسي كأنه معجزة. الشيء اللي صار لم يفاجئ فقط الإسرائيليين، الشيء اللي حصل فاجأ الجميع، فاجأنا كلنا. يعني نحن المتمسكين بالقضية الفلسطينية، ونحن اللي بنعتبر أنه البوصلة هي فلسطين، واللي بنعتبر أنه كل إنسان، أو نعتبر أنه فلسطين هي المعيار لأخلاقية وصدقية وشرف كل إنسان عربي، هذه قناعاتنا. فعلا فاجأنا بقى، لذلك عبر هالميكروفون وهالمزياع بدي وجه تحية إلى أبطال القدس، إلى أبطال فلسطين، إلى أبطال غزة. شفنا مواقف بطولية وشجاعة من الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر اللي ينذبح من الوريد للوريد، طبعا بمباركة الحكومات العربية، وينقطع عنا المي والكهرباء والأكل والشرب، وحتى المستشفيات صارت تنقصف بشكل يومي، ويطلع البطل الفلسطيني من تحت الأنقاض والتراب ويقول ويطالب من المقاومة الفلسطينية أنه تستمر، والله ما راح نعوف أرضنا مهما قدمنا ومهما يكون الثمن. حتى الأطفال الفلسطينيين اليوم صار إيمانهم وعقيدتهم وأحلامهم أكبر من عمرهم، وأنه أطفال بهذه الأعمار يلعبون طوبة بالشارع ويقعدون العصر ويا أصدقائهم، لا، صاروا يوجهون رسائل للكيان الصهيوني. نشوف هذه الرسالة. أنت بدك تطلعنا من دارنا؟ إيشي؟ مش راح تطلعنا يعني؟ هاي أرضنا، هاي أرضنا وعرضنا ودارنا، فيش تأخذها منه. شو ما بدك تعمل، شو ما بتجيب جرافات، ماكينات، شو ما تجيب جبات، ربنا معانا، ربنا حامينا، مدام ربنا معانا فيش إشي بيزل. الجيش بيهدد إنه رح يضل يدخل على المخيم. عادي يدخل. وصرنا شهداء، بيجي بعديهم ناس،
بيجوا بعديهم. بنضلنا نقاوم بنضلنا نقاوم نكسر خشمهم. أي فجروا السيارات، قلبوا السيارات، عملوا قلبوا الدنيا. الولاد الصغار استشهدوا، الشباب استشهدوا، كله في ضرب. دور الفن ما يقل أهمية عن أي أدوار بوقت الحروب، يوثق كل الحالات مثل الكاميرا ويرسمها بريشته وبألوانه. وحتى نعرف أكثر عن دور الفن وأهميته بالحروب، نستضيف الأستاذة كوثر راكان، مسؤولة القسم الثقافي النسوي في مديرية الإعلام بهيئة الحشد الشعبي. أهلا وسهلا ست كوثر، يا مرحبا بيك. خلينا نبدي من متابعتك الشخصية، شلون تتفاعلين ويا هذه الأحداث اللي تصير في فلسطين، هاي الجرائم اللي نشوفها يومية، شلون تتابعيها؟ والله يؤسفنا جدا يعني هاللي جاي يصير، المجريات اللي جاي يصير وهذه، فبناء على طلب كثير من نسائنا، نسائنا اللي شافوا الويلات، نفس نساء فلسطين اللي عانن ما عانن وهذا، فقررنا انه نسوي كذا فعاليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، نبين يعني ولو جزء بسيط انه احنا نقدر نوصل لهم انه هاي الشغل، انه مواساتنا لهم بهذه الطريقه تكون. فكانت بعده طرق يعني واسيناهم، وان شاء الله نكون حتى لو شيء بسيط انه افضل ما هي اساسا احنا نحكي عن فكره فنيه انتم سويتوها، منين انطلقت الفكره؟ بدايتها شلون كانت؟ خلينا نحكي بالبدايات لفكرتكم. اي بدايات عندنا مجموعه من الفتيات الفنانات، ف تلقائياً من يشوفون هاي المقاطع المجازر وهذه، أحدى الأخوات يعني مسكت الريشة وقامت ترسم، فرسمت يعني رسومات كلش كانت معبرة عن الحوادث من المعارك الموجودة، من المعارك اللي يعيشها اليوم الفلسطيني، أي ودمجتها بالقدس وهاي الأمور. فقلنا ليش ما نسوي يعني فد معرض، فد شيء يعني يعبر على هذا الشيء. فاستضفنا، سوينا إعلان ونشرنا، اجوا كثير من الرواد وكثير من الفنانين. شلون تفاعلوا ويا هاي الرسومات؟ كل شخص عبر عن طريقة يعني عن نفسه بطريقة معينة. وبناتنا همين نفسهم هم مسكوا. وين حاليا مشاركاتكم صارت؟ بالمتنبي. بالمتنبي صار لكم مكان شاركتوا به؟ اي نعم. بالمظاهرات تواجدتوا بها؟ ايضا بالمظاهره سوينا وقفه، هي وقفه نسويه تعبر عن نساء العراق بشكل عام، مواساه لنساء فلسطين. كان قسم من جانب الوقفه، خلينا فد يعني ميوزه وهيك شغلات وهذه، واعمال فنيه للاطفال. اعمال يدويه؟ يدويه فنيه، مثلا يفهمهم بهاي الطريقه شنو مظلوميه الشعب الفلسطيني. هذه التجربه احنا عملناها سابقا بمعرض بغداد الدولي على الطفل، انه كيف ربط الطفل بقضيه الامام الحجه، فقلنا نفس القضيه نسويها، انه نبين للطفل بطريقه سلسه انه من خوفه وهذه، انه كيف مظلوميه الشعب الفلسطيني. فكانت عن طريق بعض الاوراق والالوان والاصباغ. تفاعلوا الاطفال ويا هذه جدا حبوا هذه الشغلات اليدوية. جدا حبوا هذه الشغلة. خلينا أسألك امرأة عراقية اليوم. أمهاتنا أخواتنا العراقيات بشنو يشبهن الفلسطينيات اللي حاليا أكو قصف عليهن، مستشفيات ماكو، مي وشرب إلهن والأطفالهن ماكو، بيش يشابهن؟ يشابهن بالصبر، يشابهن بالصمود. يعني شوف الأم الفلسطينية الآن من يجيها خبر أنه ابنها استشهد تلقائيا تفرح وتزلغط على قولتهم مثل ما يقولون، وهاي بالجانب الثاني تهلهل. اي هم قلت لك اي يعني على لهجتهم هم. فالام العراقيه من اجوا ابنائها شهداء من سبايكر من الحشد مع حروب داعش مع غيرها وغيرها، حزنت، مو ما حزنت، بس بنفس الوقت تقول مواساة للزهراء سلام الله عليها، دفاعا عن العقيدة، دفاعا عنها. نفس الشيء أهل فلسطين أيضا دفاعا عن العقيدة ودفاعا عن الإسلام، وهذه فرحا كثيرا هم يتشابهون بهذه الصفة بالصبر والفرح في سبيل الإسلام. في سبيل برسوماتكم خليتوا دور المرأة، دور الأم، دور الأخت اللي مثل ما قلتي أخوها شهيد اليوم، زوجها شهيد، خليتوا لها دور، طيتوها دور شغلاتكم اللي تسووها أنتوا؟ إيه طبعا يعني أكو بعض الرسومات كانت جاهزة، مثل مثلا الأم والأسرة وهاي، والأب يكون شهيد مثل طير
ويقعدون يرسمون اللي يلونون الأطفال، وأكو يعني هاي اختصاص الأطفال. زي. الجانب الثاني مال الكبار هم يعني شنو اللي يشوفه بطريقته يعبر بالرسمة اللي هو اللي يشوفه أنه معبرة بهذه الطريقة. زين، هي حرب مثل ما نقول، وحرب مفتوحة وبعدها مستمرة لليوم، وين تشوفين أهمية هذه الرسمات والعفن والأعمال اليدوية مثل هيك حرب جاي تروح بها آلاف يومية؟ احنا جاي نزرع الوعي عند اطفالنا وعند مجتمعنا بهذه الطريقه، طريقه انه اقعده وانطي محاضره واشياء هاي التقليديه، هذه صارت ما تنفع. الطفل ممكن يمل من عدها، ما يستقبلها، او انه مثلا يشوفها يعني بعض الجهات تشوفها خطر على الطفل انه تحكين معه بطريقها، فبطريقه سلسه راح يقول لك راح تشوفه قصف وتشوفه صواريخ. اي، فانا ما اشوفه هذه، بس ابين له منو عدوه الاساسي، منو اللي يهاجمك، منو اللي راح يهدد مستقبلك من تكبر. انت لازم تكون على خط الاسلام الصحيح وعلى نهج اهل البيت سلام الله عليهم بهذه الطريقه السلسه وهذه، ولا اخوفه واقوي شخصيته. شنو برايك يحتاجون اطفالنا اكثر حتى نوعيهم بهذا الاتجاه؟ هو هالنقطه، الجهه الثقافيه يكون نزيد بها. حلو. زين، انتم كانه تشتغلون بهذه الاعمال اليدويه، لكم وقفات، لكم مشاركات، شنو مستفادين؟ اكو بها استفاده ماديه لكم؟ احنا لا، ماكو اي استفاده. احنا استفادتنا من نشوف اطفالنا توعى، ومن نشوف مجتمعنا توعى، من نشوف الام من تجيب اطفالها وتتعلم هيك شغلات، وهذه ممكن هي تروح تنقل التجربه في بيتها لاولاد جيرانها، اولاد عمامها، اي اطفال ثانيين، او حتى الكبار عندها مثلا شباب مراهقين. لما تشتغلون وترسمون هذه الرسمات، منو ببالكم الاعمار؟ اكيد ببالكم فد مساحة، كل فئة ومستهدفينها بطريقة معينة. الكبار يعني اللي عنده ريشة ممكن، واللي ما عنده يعني طريقة الهواية يجي يم الفنان اللي جاي يرسم ويتحدث معه. وأيضا عندنا جانب ثاني المحادثاتية. زين، أكو مساحة الأطفال يقدرون يشتغلون بيدهم، يقدر يرسم أو يسوي مثل الأشياء اللي سووها أنتم؟ إي تعلموهم؟ إيه، سوينا لهم هواية ورش هواية شغلات. ممتاز، مستمرة هاي الورش؟ إن شاء الله. بالمدارس يعني لو عندكم حسب يركو. حسب يعني لا حسب البرامج اللي نقيمها. كل برنامج خصصنا الآن يعني على طول راح يكون في جانب للطفل، مثل ما أنه أكو مثلا احتفالية في برنامج معين، مولد إمام أو وفية أو شيء، لازم يكون في جانب للطفل، توعية الطفل طريقة تناسب عمره. جيد. أكو تواصل أنتو الفنانين الفلسطينيين؟ أكو فد نشر لهذه الرسومات والأعمال بفلسطين؟ يعرفون أكو إيش دي يصير عندنا هنا حاليا؟ بالنسبة لي لا. يعني إن شاء الله نتواصل. ببالكم مشاركات معارض فلسطين أو غيرها من الدول؟ طبعا نتمنى. زين. أي والله نتمنى. شنو تحتاج هاي؟ تحتاج هواية تساهيل. ليش منيات؟ ممكن تصير حقيقة؟ إن شاء الله. ماكو شيء بعيد عن رب العالمين. إن شاء الله فلسطين منتصرة. إن شاء الله. نصلي بالقدس ونسوي نشاطات هناك. إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. أهلا وسهلا بك. ست كوثر راكان، مسؤولة القسم الثقافي النسوي، مديرية إعلام الحشد. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. هذه هي الأعمال اللي نسولف عنها اليوم. الأطفال والنساء دورها مهم، ومثل ما قلنا دور الفن هو دور مهم جدا وما يقل دوره عن دور الكاميرا اللي حاليا توثق هذه الصور وهذا اللقاء وتوثق صور المعركة. بالتالي الفن يوثق اللي يصير حاليا من جرائم بحق أهلنا بفلسطين. شكرا للست كوثر اللي انضمت لنا بهذا الحوار وبهذه الحلقة. فاصل بعدها مكملين. بهالوقت صارت الحرب مو بس دبابات وطيارات وصواريخ، لا، احنا بزمن الانترنت. صار الريلز والهاشتاج والريتويت شغله مثل شغل الدبابات والصواريخ، بس مفعوله واثره اقوى بهذه الحروب. خلنا نشوف فيان الجادري شو محضرت لنا بهذه الفقره. بكم وفقرة إكسبلور. إسرائيل قطعت الإنترنت والتواصل عن مدينة غزة حتى تعزلهم عن العالم. رغم هذا راح نقول الحقيقة، الكيان الصهيوني أجبر مليونين من السكان على العيش بظلام، قاطع عنهم المي والكهرباء والإنترنت وحاصرهم بالكامل حتى ما توصل حقيقة الجرائم والقصف الهمجي للنساء والأطفال وكبار السن. كل هذا لأن يدافعون عن أرضهم وعن حقهم المشروع باسترجاعه. غزة كشفت الوجه القبيح للدول
اللي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان واللي تركض وتشارك بأي مؤتمر أو مهرجان لحقوق الإنسان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والشعراء والممثلين بالبلدان العربية والعالمية تفاعلوا بقوة ويا اللي يصير في فلسطين، ونشروا رسائل مساندة وفيديوهات تبيض الوجه من جمال محتواها، وغزت العالم حتى يعرف الغرب وكل شخص يدافع عن الكيان المحتل الحقيقة. الفن عبارة عن أسلوب تعبير، أدوات القلم، الصورة أو أغنية أو شعر، دائما يكون ويا الحروب حرب ثانية نفسية إعلامية أو حرب تضليل. ويا فنانين صارت وسيلتهم للتعبير هو فنهم. واحد منهم الشاعر الفلسطيني تميم البرغوث اللي نشر مقطع فيديو يقول بيه تحرير فلسطين كلها بدأ. انتشر الفيديو بطريقة واسعة على مستوى عالمي عبر كل مواقع التواصل. أيها الناس، إن تحرير فلسطين كلها من البحر إلى النهر موضوعيا وواقعيا ممكن. لا أقول إنه سهل ولا أقول إنه حتمي، لكنه ممكن، وهو ممكن في هذا الجيل، وهو ممكن لا بجيوش تشتري سلاحها من عدوها، بل بمقاومة شعبية مستمرة ومتراكمة كالتي تجري أمامكم الآن. أما فيديوهات الشهداء والأطفال والصحفيين وصلت الحقيقة للعالم لحظة بلحظة، كشفت كذب وسائل التواصل والإعلام اللي يستخدمها الغرب للدفاع عن الصهاينة. صح إحنا هسه مو في فلسطين، بس راح نكون صوتهم هنا وبكل العالم، وراح نوصل الحقيقة ونشوف الناس حقيقة الكيان المحتل الهمجي اللي لجأ للتزييف والغش وانطى فلوس الوسائل إعلام غربية حتى تبيض وجوههم. لا بارك الله بيهم، الحقيقة وصلت وراح تبقى توصل. شفنا بالمظاهرات طوفان بشري عراقي داعم للقضية الفلسطينية وفرحان بهذه القوة للمقاومة الفلسطينية، رغم هو حزين بداخله ومستعد أن يضحي بنفسه ويقدم دمه حتى تتحرر الأرض الفلسطينية، عكس موقف الإمارات بمجلس الأمن. يوصفون حملات المقاومة الفلسطينية بأنه هي حملات بربرية. نشوف هذا الفيديو وبعدها نرجع. وبينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات، إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته بأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم، مقولة واجه بها الإمام الحسين عليه السلام الجيش الأموي قبل 1400 سنة. سبحان الله، تنطبق اليوم على الحكومات العربية اللي صدرت بيانات ودعت للتهدئة بعد كل هذه الجرائم من الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين المدنيين اللي قاعدين ببيوتهم وما لهم علاقة بأي معارك ويا الكيان الصهيوني. وهنا نسأل، وين عروبتكم وإسلامكم ودينكم وحتى حقوق الإنسان اللي عندكم؟ على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين، وإحنا بيحكوا فينا وبيسوون ناشا شيء، وإحنا العرب يا السبب يا عرب اطلعوا لنا يا عرب، قلبنا حتى المسؤول في كل رئيس بعدهم الإسرائيليين ما مستوعبين إنه أبطال المقاومة الزلم الزينة صاروا أقوى من عندهم حتى بالحرب الإلكترونية. ويا أبوي إيش مسوين بيهم؟ مرة قرصنة، مرة استهداف، مرة تشويش، لاعبين بيهم طوبة. وهسه خلينا نشوف فاطمة طالب شو محضرتنا بالتكنو. محتوى حساس يتعارض مع سياستك، هاي الجملة اللي دا تنكتب على أي محتوى ينشر به حقائق الجرائم للدفاع عن فلسطين وأهلها. معقولة سلامنا والدفاع عن أراضي مغتصبة محتلة هي اللي أزعجتك؟ بموازاة المواجهات العنيفة المستمرة من بداية عملية طوفان الأقصى، وبين ما يستمر الرد الدموي لإسرائيل على قطاع غزة، تشن
مجموعات من الناشطين بالعالم الرقمي ومن قراصنة الانترنت حرب من نوع آخر لدعم المقاومة الفلسطينية وهم بساحة المعركة. دور الانترنت بالحروب شيء مو ممكن الاستهانة به، فمواجهة إسرائيل من خلال الهجمات الإلكترونية أدت لتعطيل خدمات وأجهزة إسرائيلية ومواقع، ومنها موقع يرسل إشعار للإنذار الإسرائيلي في حال وجود خطر أو سقوط صاروخ قريب عليهم، واللي يحتل المرتبة 15 بين أكثر التطبيقات تفضيلاً بالكيان الصهيوني، وأكثر من مليون شخص محمل التطبيق على تليفونه. تهكر التطبيق من قبل مجموعة إينون غوس، مو بس هيك، حتى موقع الحكومة الإسرائيلية تعطل لمدة يوم كامل من قبل مجموعة اسمها جلينت الروسية. ببساطة هاي الحرب ممكن يكون جنودها على الأرض وممكن على الكيبورد، وأكو أكثر من 35 جبهة حرب ويا الفلسطينيين داخل وخارج حدودها، فالهجمات جاية من السودان وبنغلاديش وروسيا وغير من الدول موازية للحجب والتقييد وإغلاق العديد من الصفحات الإخبارية من قبل الكيان وأدواته. وهاي الحملات اللي ضد الصهاينة دا تصير حتى على صعيد الصحف، ومنها صحيفة The Jerusalem Post الصهيونية اللي اعترفت بتعرض موقعها للتهكير لأن دا تنشر مواضيع وصور تظلل الحقيقة. هالمرة إسرائيل تواجه تحديات كبيرة، فالمعارك مو بس على الأرض وإنما إلكترونيا، وهذا كله يتطلب منها مراقبة وجهد بالوقت اللي هي فقدت أكثر من نص إمكانياتها وفشلت استخباراتيا وإلكترونيا. نرحب بالباحث بالشأن السياسي والإقليمي الدكتور سيف السعدي. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى متابعيك الكرام. يا مرحبا بك دكتور. دكتور، انطباعك الشخصي شلون تتابع هذا القصف من الكيان الصهيوني يومية على المخابز والمستشفيات وكل المكانات اللي متواجد بها الشعب الفلسطيني المدنيين بالتحديد منهم؟ حقيقة يعني هذا الموضوع هو ملف شائك وهو جريمة ضد الإنسانية إن صح التعبير، على اعتبار أن هناك قنابل محرمة دوليا تستخدم بقصف يعني مساحة لا تتجاوز 360 كيلو متر مربع على طول ما يسمى بغلاف غزة 41 كيلو متر، باستخدام هذه القنابل تسمى بالبانكر باستر، القنابل الزلزالية التي حقيقة هي ليست شل نقطة وإنما شل منطقة، بالتالي له تأثير ليس على استهداف حماس كما يدعون وإنما استهداف المدنيين. وخير دليل على كلامي هو عدد الضحايا من الأطفال وكذلك تجاوز بالآلاف وكذلك من كبار السن وكثير، يعني هذه القنابل لا تميز بين يعني الكبير والصغير، بالتالي هذا إجرام بحق الإنسانية. ولكن دعني يعني أقدم شيء بسيط إلى أهن في غزة الصامدة، أقول قفي ساعة يفديك قولي وقائل ولا تخذلي من بات والدهر خاذل، أنا عالم بالحزن منذ طفولتي رفيقي فما أخطي حين أقابل، وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهل، يقلبني رأسا على عقب بها كما أمسكت ساق الوليد قوابل، يحملني كالصقر يحمل صيده ويعلو به فوق السحاب يطاول، فإن فر من مخلابه طاح هالكا وإن ظل في مخلابه فهو آكل، ترى الطفل من تحت الجدار مناديا أبي لا تخف فالموت يهطل وابل، ووالده رعبا يشير بكفه وتعجز عن رد الرصاص، أنامل على نشرة الأخبار في كل ليلة نرى شهداءنا نرى موتانا تعلو وتهوي معاول، بالتالي هي جريمة ضد الإنسانية. من هذه الأبيات برغوث تميم جيد، أي وهو أيضا دكتوراه في العلوم السياسية، هذه القصائد والأبيات وغيرها من الأصوات شفناها بالتظاهرات، التظاهرات الشعبية بالعراق بكل المحافظات أو حتى بالمدن العربية. هذه التظاهرات اليوم شنو أهميتها بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ بالتأكيد هي عامل دافع وعامل معزز وحافز لبقية الشعوب العربية على أن تحدو حذو ما قامت به الجماهير العراقية، خروج ب يعني آلاف ووصلت إلى ممكن مليون أو مليون ونيف، سواء كان في ساحة التحرير أو في الأعظمية أو كثير من مناطق محافظة بغداد، هي دعم وتشجيع للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي نابعة من وجدان وضمير كل إنسان وكل شاب غيور عراقي، عندما كنا في المدارس هذا الشعار موجود، القضية الفلسطينية، لا أحد
يستطيع أن يساوم عن القضية الفلسطينية. نحن نطالب بأن يعني تكون دولة فلسطين حدودها ما قبل عام 1948، مثل ما يعرف جنابك حصلت عدة انتكاسات وحروب من عام 1948 مروراً بال 56 مروراً بال 67 مروراً إلى 73. إحنا نطالب، وكل هذه الجرائم مستمرة مثل ما ذكرت من الأربعينات إلى يومنا هذا. أكو جرائم يومية يرتكبها الكيان الصهيوني، بالمقابل ما نشوف لا حقوق إنسان، لا منظمات أممية. هذا الدور ماكو مغيب. بالتالي يعني هذا اللي نسمع عنه، هناك مخاتلة بالخطاب وهناك ازدواجية لدى المجتمع الدولي. يعني لدينا في الجانب الأكاديمي نظرية تسمى نظرية إطلاقة الرصاصة أو الطلقة السحرية. هناك من يوجه حقيقة الرأي العام الأوروبي بالاستناد على روايات هي كاذبة خادعة مضللة، زور وبهتان على مدينة غزة الصامدة. بالتالي يعني أستغرب أن يأخذ يعني جو بايدن ويستند إلى رواية نتنياهو رئيس الوزراء الكيان الصهيوني. بالتالي يعني المجتمع الأوروبي والإعلام الأوروبي بنى على هذا الأساس. بالتالي هذه ازدواجية. اليوم مطالب الإعلام العربي ومطالب الرأي العام العربي أن يخلق رأي عام مضاد لما يحصل في أوروبا. شو تشوف موقف الحكومات العربية؟ حكومات العربية يعني أنا أوصفه، ولدي مقال عن هذا الموضوع، أنه خطاب مخاتلة، خطاب فيه ازدواجية، خطاب لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية وكذلك الإسلامية العربية. يعني الكيان الصهيوني شفناه ما قدر يحمي نفسه أساسا. بالتالي نتحدث، شنو منتظرة هاي الحكومات؟ نتحدث عن دول هي هذه الدول أساسا مطبعة مع الكيان الصهيوني الغاشم. وإذا ما رجعنا للوراء، إذا ما رجعنا لنظرية هنري كاسنجر يتحدث عن لبنان هي فائض جغرافي وبإمكانية يعني أن يحصل تغيير ديموغرافي، وإذا ما بريسجيني يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا تحدث أيضا أن الحروب القادمة هي حروب إطلالات بحرية وحروب الغاز. بالتالي إذا ما رجعنا، يعني الخطة الموجودة أكبر حتى من الحكومات العربية. بالتأكيد نتحدث عن موضوع معين وهو ما يتحدث بصفقة القرن. إذا ما رجعنا، دعني أتحدث بهذه السردية، إذا ما رجعنا توجد أكثر من اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني. إذا ما رجعنا لاتفاقية كامب ديفيد سنة 1978، إذا ما رجعنا لاتفاقية مدريد 91، اتفاقية أوسلو 93، اتفاقية وادي عربة 94، اتفاقية العربية الشاملة كانت في بيروت ملك السعودية في ذلك الوقت عبد الله بن عبد العزيز في 2002، واتفاقية الأخيرة كانت اتفاقية إبراهام دولة الإمارات مع الكيان الصهيوني. ولا لكن الكيان الصهيوني ضرب هذه الاتفاقيات عرض الحائط. هو هنا سؤال، أي اتفاقية من عدها هزم بها الكيان؟ نعم، هناك مخطط، وهذا المخطط يعني من الدول الغربية وحتى من الكيان الصهيوني الغاشم، بأن يمر طريق الحرير، طريق التنمية عفوا، من الهند مرورا بدول الخليج، مرورا بالأردن، مرورا ب قناة بن غوريون. حملات التهجير اللي نسمع بها حاليا جزء من هذا المخطط. هذا اللي أريد أربط لك. قناة بن غوريون هي منافسة لقناة السويس، تمتد من إيلات باتجاه شمال غزة. بالتالي الكيان الصهيوني يحاول أن يعمل إزاحة سكانية من شمال غزة باتجاه الجنوب. وإذا يعني حدث هذا الأمر، والآن ده يعمل به من خلال القصف الهمجي والقصف الذي لا يميز بين الصحيح والسقيم وبين الغث والسقيم. بالتالي يقصف ب يعني عدوانية من أجل إزاحة كتلة بشرية 1.5 مليون إلى الجنوب. وإذا ما أزاح هذا الموضوع سوف يحصل اكتظاظ سكاني في يعني ممكن 19 كيلومتر هو الخطة المقررة أن يزيح من الشمال باتجاه الجنوب. بالتالي المتبقى 22 كيلومتر 1.5 مليون سكان غزة. هذا الموضوع سوف يؤدي إلى كسر حدود مع سيناء. جرائم، بالتالي جرائم. أكو مخطط لإزاحة المواطنين الفلسطينيين. وين رايحين بالأيام الجاية؟ راح نبقى بنفس الوضع، إبادة جماعية حاليا للمواطنين الفلسطينيين؟ بالتالي إذا ما يعني يفترض على الحكومات العربية أن تحدو مثل ما كان في 73 عندما كان يسمى حظر نفطي. هذا الموضوع أمريكا، عندما نتحدث نقول الأمريكا هي الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني هو الطفل المدلل لأمريكا. بالتالي أمريكا ممكن يعني تجير البارجات وكذلك حاملات الطائرات وكثير من هذه المواضيع على أن لا يمس اقتصادها أو أمنها القومي. أمن أمريكا هو متعلق بالاقتصاد.
بالتالي أمريكا عندما يحصل مثل هذا القرار حظر نفطي من الدول المنتجة، ونتحدث عن العراق، نتحدث عن المملكة العربية السعودية، نتحدث عن كثير من هذه الدول، هذا الموضوع سوف يحصل يعني يجعل أمريكا في أمام حرج وأمام ضغط، بالتالي ممكن تضغط على الكيان الصهيوني مثل ما بالتالي إحنا ننتظر هذا الموقف من الحكومات اللي لحد اليوم مطيتها مثل ما نقول أذن الطرشة، ما تسمع كل هذه الصرخات والنداءات من الشعب الفلسطيني، وأنه تتحرك باتجاه هذه الخطوات. أنا أشكرك الدكتور سيف السعدي الباحث بالشأن السياسي والإقليمي. فاصل بعدها مكملين باقي فقرات برنامج من حولك. طوفان الأقصى حسب هاي الأرقام اللي نشوفها الخسارة الاقتصادية الأكبر بتاريخ الكيان الصهيوني. أبطال المقاومة لاعبين بيهم لعب، لا تداول، لا عملات، لا مطارات، وبعدك وكل شو هاي خسار. نتابعها بهاي الفقرة ويا حسين القرعاوي. الله بالخير، اللي كان مكيف عن المصالح الاقتصادية وإسرائيل قلوا له شدة ما تقضي بعد طوفان الأقصى. مؤشر بورصة تل أبيب عطل ونزل 10%، والأسهم هم لحقتها بنفس النسبة بآخر 10 أيام. أما الشيكل فحالياً بالإنعاش بعد ما تراجع لأدنى مستوى إلى من 8 سنوات وبنسبة 3%. والجماعة حتى يطمطمون السالفة ضخوا 45 مليار دولار سيولة بالسوق لحمايته من الانهيار. هاي ما عدا النشاط التجاري، يقول لك حتى البسطيات عزلت، لا تجار لا محلات، كلهم تشودرة بالبيت. خو السياحة اللي معيشة 400 من عمال إسرائيل لا تحجون حكايتها. شركات الطيران خطيهم قعدت على الحديدة وأسهمها انخفضت بنسبة 16%. الفنادق كلها فرغت بسبب إلغاء الحجوزات وتعليق 42 شركة طيران أمريكية وكندية ودول أوروبا رحلاتها لإسرائيل. الأهم من هذا كله، شركة شيفرون الأمريكية وقفت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي بحق التمار الإسرائيلي إلى أشعار آخر. مو بس هيك، شركة إنفيديا خطية همات ألغت قمة الذكاء الصناعي اللي كان مخطط له ينعقد بتل أبيب الأسبوع الجاي. تخيلوا حتى شركة إنتيتكس مالكة العلامة التجارية زارة سدت بيبانها مؤقتا. وبالمختصر المفيد، إسرائيل خسرت أكثر من 3% من الناتج المحلي خلال الحرب الحالية، والنمو الاقتصادي راح يتراجع بنسبة 4% خلال هاي السنة. هاي الخسائر كلها واحنا نحكي عن اقل من شهر. تخيلوا اذا استمرت هاي الحرب لسنه، شنو ممكن راح يصير باسرائيل وهي اقتصادها اضعف من القبه الحديديه اللي لا تصيد ولا ترد. في امان الله. القضيه الفلسطينيه حركت ضمائر العالم، فنانين، ناشطين، كل شيء اليوم موجود تفاعل ويا هاي القضيه، وصرحوا وعبروا عن موقفهم بكل صراحة تجاه المقاومة، وقالوا هاي العملية ضد الكيان الصهيوني نقلة نوعية وضربة للكيان الصهيوني. خلينا نشوف آرائهم ويا سجاد عبد بهجمة مرتدة. مرحبا بكم بهجمة مرتدة. بالبداية نتضامن ويا هنا وناسنا في فلسطين ونشد على ايديهم، والله يرحم جميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى. وبمناسبة التضامن ويا فلسطين اللي هي قضية كل العرب وموضوعها واضح وما ينراد لشرح، بس الغرب خصوصا امريكا روجت الاشاعات عن المقاومة وخلت المجتمعات الغربية يعتبرون الصهاينة ضحية، الرموز العربية والاجنبية اكيد ما يخفى عليهم مثل هيج قضية. فشفنا لاعبين هواي مع مطالب الفلسطينيين، وشفنا من وقف ضد ومن بقى ساكت، واكو واحد لو باقي ساكت احسن له اللي هو محمد صلاح العربي المصري واللي بلاده تحملت الويلات حتى يطردون الصهاينة. اما ميسي ورونالدو اللي اغلب الشباب العرب متأثرين بيهم وحتى متخذيهم قدوة، للأسف سكتوا بشكل تام وماكو اي موقف. هسه نروح على اللاعبين العرب اللي قرروا اتخاذ موقف ضد الصهاينه، بس اجاهم رد قوي من انديتهم. مثلا الجزائري يوسف عطال اللي تم ايقافه بسبب تضامنه ويا غزه، والاخ نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ اللي قرر النادي عقد جلسه خاصه وياه ومحاسبته، وانور الغازي اللي فسخ عقده ماينز الالماني، واكيد ما ننسى تعاطف الفرنسي بنزيما ويا غزه
واللي سوى ضجة بالغرب وطالبوا بسحب جنسيته والكرة الذهبية. ليش؟ لأن دعم فلسطين. والله هي حرية التعبير. طبعا ما راح أذكر اللاعبين العرب اللي أيدوا فلسطين لأن أشوفها واجب التضامن. هسه نجي للرياضيين اللي صاروا ضد فلسطين، وهذولا لو جهلة، وهذا وارد لأن أغلب النجوم الجاي تشوفونهم حتى دراستهم ما مكمليها، وأكو لا هم متعمدين ويحتقرون العرب والمسلمين. احنا ما راح نحددهم منو الجاهل ومنو المبغض، بس نستعرض اسماءهم وش قالوا. محترف كرة السلة ليبرون جيمس اللي يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي اللي تضامن ويا الكيان وخلى شعار الصهاينة، حارس ريال مدريد كورتوا هو وزوجته الصهيونية كتلوا انفسهم على اسرائيل، وهاي ابرز مواقف الرياضيين خلال هاي الايام ويا فلسطين اللي اكدت بشاعة الغرب وكرههم للعرب. بس انا خايف يجي واحد بعد فترة يقول الغرب يحبوننا ويريدوننا الخير. خاد روح في مالا. بهاي الحلقة شفنا الكل تفاعل ويا القضية الفلسطينية، شعوب، فنانين، رياضيين، باقي الأطياف، الكل تفاعل وناصر الشعب الفلسطيني بقضيته ضد الكيان الصهيوني. وهذه كانت حلقة استثنائية من برنامج من حولك. نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الوقت.